طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية عبر الأرقام أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك. يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصياً مطشر السام الرأي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعاً أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول قضية سد إلسو التركي. معروف أن القضية واللي أثارت جدل واسع، وأن قضية السد اللي تم تشغيله في بداية هذا الشهر شهر يونيو وحزيران أثارت جدلا واسعا على الساحة العراقية بالدرجة الأولى، وكيف أن ردود الأفعال من جانب المواطن العراقي تجاه هذا السد تفاعلت على منصات التواصل الاجتماعي. سد إلسو التركي يعني كأنه تم افتتاحه والحكومة في العراق ليست على علم به، وربما يقول قائل يمكن حقها لأن كانت مشغولة بموضوع الانتخابات في الشهر الماضي، لكن موضوع السد مو جديد، والجانب التركي صار له سنوات يشتغل على بناء هذا السد منذ العام 2006، إلى جانب سدود أخرى يصل عددها إلى 22 سد موزعة على نهر دجلة والفرات، 14 على نهر الفرات وثمان سدود على نهر دجلة. يعني الكارثة الحقيقية لا سمح الله وجفاف نهري دجلة والفرات، أو يعني قلة نسبة هذه الأنهر بعد ما إجا والله يستر كما قلنا. في الخامس من هذا الشهر السفير التركي في بغداد فاتح يلدز أعلن بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي على علم بتفاصيل سد إلسو منذ عام مضى. وأكد السفير التركي في بغداد بأن إجراءات إنشاء السد تمت بالاتفاق مع المسؤولين العراقيين. يلدز قال في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة في بغداد في بداية هذا الشهر بأن بلاده أبلغت رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال زيارته إلى تركيا في أذار مارس من عام 2017 باكتمال بناء سد إلسو وموعد ملئه بالمياه. بيّن بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين اتفقت على موعد خزن المياه في السد في 15 من مايو أيار الماضي ومعالجة المشاكل بعد خزن المياه، والاتفاق على عقد اجتماع آخر في الأول من نوفمبر تشرين الثاني لبحث التطورات والمشاكل. السفير التركي أكد بأنه تم الاتفاق بين العراق وتركيا على تحديد الكمية المناسبة للسد، ونفى قطع المياه بشكل كامل من الجانب التركي باتجاه نهر دجلة. السفير أشار إلى أن خزن المياه في سد إلسو جاء لأجل توليد الطاقة الكهربائية وبعد أن يتم ملأه مع خزاناته، وهي مدة سنة واحدة سيعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. طبعا انحسار نهر دجلة ليس فقط بسبب
السيد إرسو التركي، بل بسبب كذلك هناك أسباب أخرى من ضمنها سبب رئيسي وهو تحويل إيران لنهر الزاب الصغير اللي هو يعتبر أحد الروافد الرئيسية لنهر دجلة. طبعا اليوم حاولت أدخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد المائية العراقية حتى أشوف شنو الجديد حول هذا السد وشنو الخطوات التي قامت بها الوزارة، لكن للأسف لقيت الموقع غير شغال وبي مشكلة. إذا الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد المائية غير فعال، كيف ستكون فعالة في تأمين المياه للعراقيين؟ وهذا ليس من باب التسقيط، ولكن هذا واقع اليوم. إحنا أمام مشكلة حقيقية تهددنا وتهدد بلدنا وتهدد أجيالنا القادمة، أمام مشكلة جفاف نهري العراق دجلة والفرات. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع والتقصير من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 ولغاية الآن. نريد نسمع إلى أصواتكم وإلى آرائكم عبر كذلك خدمة الواتساب. نأخذ هذا الاتصال. أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. أنا غير مكاني. زين خوش راح أغير أم أزهار مكاني. تفضلي تسمعيني أم أزهار. أم أزهار فقدنا الاتصال مع أم أزهار من بغداد. طبعا مثل يعني السؤال بعد هذا السد والسدود الجاية، ايش راح تسوي الحكومة إن كانت حكومة حيدر العبادي أو الحكومة القادمة اللي ما نعرف متى راح تشكل لحل هاي المشكلة؟ يعني هل يعقل بأنها قادرة على بناء سدود جديدة في العراق، مع العلم بأن الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي ما قدرت تنظف شوارع العاصمة بغداد، فكيف لها أن تبني سدود تحتاج إلى سنوات لاكتمالها؟ معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. أبو علي يابا كوم اجعل في ميزان حسناتكم، اللهم احفظ العراقيين جميعا، اللهم اجعل في الأيام أعياد، اللهم انتق من كل يفرق. الله حبيبي أستاذ عمر، أنت ما جاي تشوف السدود الهواي، ليش تقولون هاي الحكومة ما تسوي سدود؟ نعم لا تعد ولا تحصى، السد الخضراء، السد منع الزراعة، السد منع الصناعة، السد منع التكاتف بين الشعب العراقي، السدود عندنا ما شاء الله، احنا مرات نجبر ان نجيب طاري صدام، ليش؟ لانه هم من 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 تبدل شيك ونجيب احسن من عنده. في زمان صدام في زمان الحرب سبع سدود سوى، وفي زمن الحصار 1999 سوى سد، و2002 سوى سد، وإيران ما شاء الله تسع أنهر أنا شفت بعيني قطعان وحولوهن. إذا الفرات يمر على عبر سوريا ويجي علينا هنا. أنا عاتب أخوتي العراقيين وأهلنا، مرات يتصل يقول والله لو ينطوني مي وكهرباء وراتبوا احنا بخير. لا انت 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 هاي الدولة ترى باعتك بيعتك بالمصطلح مالنا، انت اخذ حقك الطبيعي، مو تجي تفكر بنفسك والله لا يعطوني انا راتب ولا تتمذهب. شنو هو المذهب الانسان؟ انا كشيعي ما يصير افضل كل شيء بس المذهب وعوف كل الاخرين، اصبح مذهبي. هاي الحكومه اللي جايه وطنيه ماكو، لانه مذهبيه، لانه متفكر فكر ضيق. وبعدين يا عراقي، انا ابن كربلاء واعرف يا عراقي، شوف هسه مثلا تيار الصدري القرار عراقي والله ما يصير قرار عراقي. ليش؟ لانه هو حزب طائفي، لانه ما يفكر الدعوه وغير الدعوه وكل هاي اللي انت موجود. انا من اقول الحكومه يعني كل الحكومه العراقيه كردا وعربا سنا شيعه كلهم، واقول العراق كل العراق. فيا اخوان فكر بالعراق، ترى لو ما عندك عراق ما لك قيمه، ما تسوى لك شيء، ليس عندك دين وليس عندك عار مع احترامات وليس عندك وجود. فكر بوحدتنا، فكر بعراقنا. ليش انا ما عدنا نعيش؟ ليش ما احنا عدنا نعيش حياتنا حياه طبيعيه؟ الى متى احنا والله تفخطيه هذا نروح للخارج؟ والله انا عراقي
نعم زين ابو علي. نعم ابو علي، الجانب التركي اجل ملء السد للشهر القادم شهر 7، ايش راح تقدر تسوي الحكومه؟ يعني هي على علم بهذا السد، انه بلشت الحكومه التركيه تبني به من العام 2006، يعني في عهد حكومه نوري المالكي الاولى. اليوم احنا 2018، هل معقول انه شهر تقدر الحكومه، حكومه حيدر العبادي، انه تدبر شيء، انه تحاول تخزن مياه؟ ايش راح تقدر تسوي؟ ما تسوي شيء والله، بس هاي المده اللي تاخذ شهر. العفو استاذ عمر. الو اسمعك ابو علي. هاي شهر يريدون يمشون سويرفاتهم، يريدون يمشون حكومتهم، يريد بس يكلف. يعني انت شوف، وزير يصير وزير داخليه، وزير الموارد المائيه، انه بيروح وزير الاوقاف يطفر منه ومنه، بس يريد يحصل. ما يعرفون يشتغلون والله، ما يعرفون، بس يدورون طلايب ويخربون بالشعب. لا والله هاي الحكومه ما تفيد. المفروض دوله تصريف اعمال، وهاي كلها ما تفيد والله يا عراقيين. وحتى الانتخابات ما تفيد، وانا واي ارفض ذولا حفاة عراد جياع اجوا عليكم. كل احنا بالخارج مساكين، فقرة. لما رجعنا للعراق نهبنا العراق، ليش فكرون من جابوا الفلوس؟ ما يريدونكم الخير يا عراقيين. كل الدولة برمتها المفروض تتحول، غير هاي ما تفيدنا والله. نعم. أنا أشكرك استاذ عمر. ابو علي من كربلاء كان معنا، شكرا لك. طبعا وزير الموارد المائية حسن الجنابي تحدث في الثاني من حزيران من هذا الشهر، وقال بأنه سيزور إيران وسيزور تركيا خلال هذا الشهر الجاري لمعالجة مشكلة منسوب المياه في العراق. الوزير قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء قاسم الفداوي، تحدث بأن مناسيب المياه في أغلب مناطق العراق انخفضت بسبب شحة طبيعة، بسبب أسباب طبيعية مثل لأن الغطاء الثلجي كما قال في هذه السنة لم يتحقق، والأمطار أيضا لم تسقط بكميات كافية. أضاف الوزير وزير الموارد المائية حسن الجنابي بأن انخفاض المناسيب ليس له علاقة بحسن العلاقة مع دول الجوار، لأن التعاون موجود بيننا وقنوات الاتصال مفتوحة كما يقول بين هذه البلدان. معنا اتصال آخر، أم محمد من السليمانية. تفضلي أم محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا القناة. أهلا وسهلا. وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. وصحة وعافية، وإن شاء الله عام الجاي أنتم قادمون. أستاذ عمر، على مود نهر دجلة. نعم. هي الحكومة هي معروفة الشغلة، هم شلون يردون من سد المي على الشعب العراقي؟ تركيا وإيران هم شلون يردون يموتون الشعب العراقي؟ يظلون بالطيارات وبالهذا، يقول لك نقطع المي عليهم جفاف حتى يموتون، يعني موتة، يعني هو دا يموتون بالعراقيين موتة يعني بطيئة شوية. نعم. شوية، بس يقول لك احنا نموتهم موتة سريعة، نقطع المي عليهم للعراقيين. زين، إذا الشعب المسكين ينتظر الأوامر من إيران. نعم. زين، هاي الحكومة شنو هي جتي؟ هاي حكومة مو حكومة. يعني أنا بعقلي بهذا أنا أقول هاي حكومة انتقامية تنتقم من الشعب. هاي العوائل، هاي الأيتام، ليش ما ينتفتون على هذا الشعب التعبان؟ ليش ما ينتفتون على هاي الأيتام؟ زين، إذا متى هاي الحكومة تجيها تعليمات من إيران وطبق التعليمات؟ هاي هسه همينه الطريق مال بغداد السليمانيه كركوك، هسه جيش المهدي حاليا صار جيش المهدي، اذا يكمشون يقتلون بالناس يسلبون. زين، هاي اذا متى احنا نبقى هيك استاذ عمر؟ احنا اذا متى نبقى هذا الشكل؟ يعني هذا الشعب العراقي اذا متى؟ نعم. زين، حكومه صار لها اكثر من 15 سنه بالعراق، ما بنت ولا سد ولا وجدت حل لتخزين مياه، ليش يعني برأيك أنت؟ ليش أستاذ عمان لعد هذا البوق وين يودوها الفلوس مع العراق؟ شلون يخزن المراد لها فلوس؟ نعم.
يرادلها فلوس استاذ عمر، لعب شلون يحطون فلوس ويخزنون ماي؟ لا ما يخزنون ماي، مو هم ديبوقون، هم حراميه، بس هو لازم من يسمعون الشعب يقول عليهم حراميه، هم ما يخزنون. من اكبر واحد الاصغر بيهم واحد، عيب عليهم. اي مشكله تصير ركبوا بالطياره وراحوا لايران، رجعوا قعدوا بمناصبهم. نعم. الفلوس هسه مو جابوا 30 مليار يبنون الموصل ويبنون هاي الدمار، وينها وينها؟ ليش بعد وين الشغل مالتهم؟ زين؟ يعني عيب عليهم الصحافه دا تخش تشتغل ببيتين ثلاثه دا تعمر بالموصل، عيب عليهم الصحافه دا تخش يعني تعمر بالمناطق المدمره. لعد الحكومه شنو يعني شؤونها؟ شنو شغلها لعد هي الحكومه؟ استاذ عمر ترى اكثر العوائل ما عندها يعني سكن، اكثر العوائل نايمه بالخيام، ليش؟ ليش هذا الشيء بيصير؟ ليش ما يقدر واحد يسوي انقلاب عليها هاي الحكومه؟ لا يقدرون، بس احنا من الشعب العراقي اكو خيانه. هم عاد اربع مخبطين خيانه من الشعب العراقي، الشعب لو يبط وبصوره صحيحه وبخطوه يعني جاده والله العظيم النسوان تقدر تسقطهم وتطلعهم، مو عادين الزام. زين هاي هم قاعدين فاكو خيانه، احنا عندنا العراقيين خيانه. خيانه. لو نعوف الخيانه مالتنا وننسبح على الشعب مالتنا ونرجع الديانين الراحه ونجيبهم ونحطهم ويعرفون يعني قدر البشر عندنا الشعب العراقي شنو، احنا نصير بخير. هم هذول شنو؟ هم هذول حزب دعوه، هذول مجرمين قتله، ذبحوا الشعب استاذ عمر، ذبحوا الشعب. رحمه والديكم يسوون هالمفخخات وكل شيء، يعني هو يجي عيد ما يسوون لهم مفخخات لقدهم ما يعيدون. نعم. أم محمد من السليمانية كانت معنا، واتصال آخر أم أزهار من بغداد عاولت الاتصال، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام. حي هاي القناة العظيمة، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. مباركين جميع. بالنسبة لهاي الحكومة، هاي الحكومة هي انتمائها إلى الدول المجاورة، إذا الدول الخليجية أو الدول إيران، أو فهي ما عندها انتماء إذا هذا ما عندهم، لو عندهم انتماء لهذا البلد كان أول ما اجوا وسووا البلد مثل ما كان ما خربوا، بس هم اجوا يخربون ويبوقون، حتى لأنه كل الأحزاب كل انتماء إلى بلد معين. فاحنا ما يصير لنا أي شارة إذا ما ينهض العراق. نعم. إذا ما ينهض. أنت شلون تشوفين التقصير بهذا الموضوع، موضوع السد وكذلك قطع إيران لتحويل مجرى نهر أزاب الصغير؟ أنت كمواطنة عراقية في بغداد شلون تشوفين هذا الموضوع، موضوع المياه؟ الموضوع هذا في أوله وفي بدايته، يعني هناك من يتحدث حسب التقارير المؤكدة أنه 2025 راح تكون كارثة أكبر من هذه الكارثة، وإحنا اليوم توقف من السد من الجانب التركي، بعد شهر أو أيام قليلة حتى ندخل في شهر 7 وراح يرجع موضوع انخفاض منسوب نهر دجلة. شنو دور الحكومة أنت برأيك؟ شنو دور الحكومة إذا ما تقدر توفر مي وعدها نهرين، عدها نهرين وما قدرت تخزن مياه طيلة 15 سنة؟ النهرين ما منتمين إلها، النهرين منتمين إلى الأحزاب. نعم. الأحزاب هي منتمية إلى الناس، إلى إيران يسدون الحدود ويا إيران، وناس ويردون يدعون الشعب ويعطشون الشعب والمي، ولا يردون عبيسنا ولا يردون العراق ينهض. لازم نسوي حل، لانه هذا صار من شهر، من الشهر كلهم قاعد يجمعون، راح يردون نفس القوائم، وانا قلت تتوقع نفس الاجور راح ترجع، نفس الاجور راح تعيد ماساه اكثر من هاي الماساه راح تصير في العراق. نعم. أم أزهار من بغداد كانت معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، مرحبا بك أبو عمر. أبو عمر، يعني ردود الأفعال من جانب
المواطن العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يقول لك الجانب التركي في بلده إلى حق أنه يسوي مشاريع ويبني السدود حتى يولد كهرباء حتى يعني يخلق بيئة زراعية في تلك المناطق يوفر فرص عمل هذا من حقه ولكن الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال في العراق هي المقصرة وهي السبب الرئيس بهذه الأزمة والأزمات الأخرى وحتى أنها فشلت على المستوى الدبلوماسي بعقد اتفاقيات مع إيران مع تركيا في موضوع المياه. أنت شلون تشوف هذا الموضوع؟ والله يا أستاذ عمر بصراحة إذا من يدعو إلى إقامة السدود والأحواض بالعراق هذا غلط. نعم. لأنه أنت عندك فترة 8 شهور إلى 9 شهور بالعراق ارتفاع درجات الحرارة بين أنت من تخزن المياه هذه في مناطق ترتفع فيها درجات الحرارة أنت من تخزن هاي المياه هذه المياه تتعرض إلى التبخر وراح تتعرض إلى التعفن يعني يختلف طعم المياه ما يفيدك هذه المياه هذه يحتاج إلى معالجة أكبر وأكبر بكثير أنت على أي أساس تجي تخزنها خزنت أسبوع أسبوعين شهر ورا شهر الأخ راح يصير راح يسوي ورا شهر الأخ شنو عيادة في عندك أنت ورا شهر الأخ إذا ما تقدر تليها ما عندك إلا تغير سياستك ويا تركيا وهذول صراحة هذول حرامية يقول لك أنا جاي أبوك أنا ما جاي أروح أنطي تركيا وأنطي الشعب العراقي هذول بيشكل الشعب العراقي أنا جاي أصرف جاي أنهب هذا 15 سنة قتل وسرقات ونصب واحتيال وتدمير ليش هو ما يشوف شنو أعمى يعني ما يحسون هاي التمثيلية اللي يقومون بها والله يومية داعش وما أدري من هو وإرهاب وقاعدة الضحك على العالم هاي السوالف التعبانة اللي جاي وكهرباء نعم أقول لك ومي وكهرباء يعني شنو هذه مشاكل حتى يبقى المواطن مشغول بها؟ هم يريدون يتعبوه بعد أكثر وأكثر يقول لك أنت مالك حق يقول لك اطلع عوف العراق هم يطلعوه مو جاي أبو تركيا يقتلك من العطش ولا أبو إيران أبو إيران يقتلك من العطش يريدك يقول لك أنا 15 سنة قاتل وياك وأذبح بالسنة وأذبح بالهذا والمخططات الاستراتيجية مالتي داريد أنفذها وأنت تتوقف ويا جيش اليوم بدلت عليه للشيعة العراقي خاصة شيعة العراق غالبية العظمى من عندهم وقفوا هسه الآن ضد إيران بعد الميليشيات هاي الطائفية وغيرها وغيرها أنت ليش وقفتونا ليش تعوفونا شنو السبب اللي يخليكم راح نموتكم من العطش الساب الأعلى الساب الأسفل وغير أماكن تطلع من عند المياه من إيران ما تجيكم بعد وأنتم مو أولاديها ما تستحقون لأن إحنا هم ضحينا بآلاف السنين عندنا بمناطقكم وهذا من خلال هاي اللعبة اللي لعبناها عليكم نريدكم تقتلون ويانا تستمرون ويانا تستميتون إلى آخر درجة زين أنت 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 تجي تعاتب التركي التركي هو عايش على الصناعة وعلى الزراعة أنت عندك نفط أنت نفط والغاز ما مستفاد من عنده أنت تريد تستفاد من المي أنت تحتاج إلى طاقة كهربائية أنت طاقة كهربائية ما عندك صفر أنت إذا تحفر تحفر هذا بالمناطق الجنوبية والوسطى إذا تحفر آبار من سبيل استخراج المياه يحتاج إلى طاقة كهربائية أنت ما عندك كهرباء أنت أبو المولد ما ينتج خط صريفي تروح تشكل غطاس إذا تحفر 750 كيلو ما تحفر إلى أن تطلع المي وهذا المي بالمناطق الجنوبية والوسطى أستاذ عمر نعم أسمعك أبو عمر وياك أستاذ عمر هذا المي بالآبار بالمناطق الجنوبية والوسطى بصراحة هذا بي ملوحة زايدة وبي مواد مثل المنغنيز والحديد هذا يؤدي إلى أمراض إلى فشل كلوي يعني تحتاج أنت إلى محطة تحليل استخراجها حتى بس بالمناطق الشمالية أنا اللي شفتها يتم استخراج المياه من الآبار بس إضافة مادة الكلور يعني العامل اللي يقوم بتشغيل الآبار يضيف مادة الكلور بس ما عندك كل شراسة يجينا المي والمي طبيعي تقول يا سبحان الله مي زلال مثل بيتين زلال يعني مي نظيف إلى درجة الحمد بس في المناطق الجنوبية والوسطى هذا مليء بمواد أخرى الحديد والمنغنيز يؤدي إلى فشل كلوي يؤدي إلى أبو عمر من سليمانية كان معنا شكرا لك مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول سد إيرسو وكذلك عن انخفاض نهر دجلة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك والقناة الرافدين اخوي العزيز. اهلا بك. استاذ عمر، يعني هي كم مره الحكومه التركيه ابلغت الحكومه العراقيه باملاء سد اليسو؟ وكلنا نعرف بان الحكومه العراقيه على علم بموعد املاء هذا السد، وطلبت الحكومه العراقيه بتاجيل هذا الموضوع لحين ان يتخذون بعض الاجراءات، لكن ما اتخذوا اي اجراء وكل شيء ما سووا، لانه بالاساس هي الحكومات المتعاقبه يا استاذ العزيز بالعراق ما مهتمه بمصلحه العراق ولا بشعب العراق. يعني حتى دول العالم كلها الحكومه تستفاد من مياه الامطار وتقوم بخزن هاي المياه للاستفاده منها الا الحكومه العراقيه. بعدين ليش الحكومه العراقيه بقى ساكته من ايران قطعه المياه عن العراق؟ لو هذول خط احمر المفروض ما حد ينتقدهم ولا يجي بطاريهم باي عمل تقوم به ضد العراق. نعم. وبعدين هي الحكومات العراقيه شنو اللي قدمته للشعب يا استاذي العزيز من سنه 2003 الى هسه؟ هاي اوضاع الشعب كل يوم من ضيم الى ضيم. اهم شيء هو عد الحكومه هسه وعد هاي الاحزاب اللي قاعد تحكم بالعراق، اهم شيء عندهم هو أن يشكلون أكبر عدد من الميليشيات القمع، كل صوت وطني وشريف يرتفع ضد هاي الزمرة المجرمة. يعني هسه احنا خلينا نفكر بالعقل، شنو اللي راح تقوم به الحكومة العراقية من إجراءات خلال مهلة هاي الشهر؟ شنو اللي راح يسووه؟ الله وكيلك كل شيء ما راح يسوون، وراح يبقون ينهبون بخيرات هذا البلد اللي يدمر على أيديهم. ابسط شيء العوائل المهجره يا استاذي العزيز والنازحه الى هسه يعيشون بالمخيمات يا استاذ عمر. نعم. شنو اللي سووا لهم؟ شنو اللي سووا للبطاله؟ يعني شنو اللي سووا للصحه؟ يعني احنا دا نشوف هسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يا استاذ عمر ناس عايشين حتى جلكم الله بالمزابل. نعم. وناس نايمين بالشوارع يطلعون من المحافظات يجون لبغداد على اساس يشتغلون، يقول لك انا اشتغل اذا يوميا حصل لي 10,000 دينار اروح انام في فندق ب 5,000 دينار، شنو اللي راح يبقى لي واكلي وشربي؟ يعني شفناهم عايشين عربانه وحاط العربانه مالته طابقها على صفحه ونايم بنص العربانه مالته. وهذا العراق، هذا العراق اللي يعتبر من اغنى بلدان العالم. يعني هاي الميزانيات الانفجاريه شنو اللي سويتوا بها الشعب؟ شنو اللي سويتوها بالعراق؟ اي سد بنيته؟ اي مستشفى بنيته؟ اي مدارس بنيته؟ ما مهتمين يا استاذي العزيز، الله وكيلك ما مهتمين للشعب. نعم. المهم عندهم مصالحهم هم، بس مصالحهم الشخصيه. وراح يبقى العراق والله من ضيم الى ضيم ما دام هاي الزمره موجوده وتحكم، راح يبقون الشعب العراقي يعانون من عندهم. ما يفيدهم الشعب الا انتفاضه وتتيح هذول كلهم. كل هذول المفروض يطلعون ويتحاكمون. النواب اللي فشلوا بالانتخابات هاي الاخيره، احد من الحكومه العراقيه راح يقدمهم محاكمه على تصريحاتهم السابقه، الكعكه اللي تقسمت بيناتهم، الفلوس اللي سرقوها، ومن اين لك هذا؟ كل شيء ما راح يسوون. زين ابو ناصر، هذا سد من 22 سد، يعني مثل ما تحدثنا في مقدمه الحلقه 14 سد على نهر الفرات وثمانية على نهر دجله. زين، سد واحد يهدد بفقدان ثلث الأراضي الزراعية في العراق بالموت، وآلاف مؤلفة من الفدانات الزراعية كذلك في العراق. أضف إلى ذلك طبعا مسألة العطش والجفاف وموت قرى وأرياف ومدن في حال أنه بالفعل يعني استمر هذا الجفاف. زين، إذا صار 22 سد بالنسبه للجانب التركي والجانب الايراني كذلك دا يبني سدود ودا يحول انهار، دا يحول انهار مثل ما اشرنا الزاب الصغير. برايك شلون راح يكون وضع العراق؟ هي يعتبر العراق ميت بهيك حاله استاذ عمر. العراق راح يموت بهيك حاله لانه الحكومه ما تتخذ اي اجراء وما راح تسوي اي شيء. هاي الفترات من سنه 2003 يعني 15 سنه هم يحكمون ما عرفوا يبنوا لهم سد. يعني ابسط شيء هذا المي هو ما راح يوفروه للمواطنين. يعني تركيا هي من حقها ان تدور مصلحه شعبها، وكل دوله من حقها ان تدور مصلحه شعبها بالاتفاق مع الدول المجاوره لها. المفروض هم يتخذون اجراءات، يبنوا لهم سد، يخزنون مياه، يرفهون الشعب.
لكنه هاي السجود اللي حضرتك تحدثت عنها اللي بتركيا واللي بإيران، شنو المقابل مالها اللي راح يصير بالعراق؟ كل شيء ما راح يصير استاذ عمر، وراح يبقى العراق يعاني من هالشغلات هاي. شنو رايك بتصريح رئيس الحكومه حيدر العبادي يقول تفاجأت ببدء تركيا في ملء السد، ويقول انه فعلت ذلك او لمح الى انها فعلت ذلك كي تحظى بالدعم للحكومه في انتخابات 24 من هذا الشهر؟ متفاجئ الرجل، يقول لك يعني تفاجئ من افتتاح او تخزين المياه في السد التركي. هذا يعني رئيس الحكومه في العراق، يعني هو رئيس الحكومه، مع احتراماتي لحضرتك والقناه الرافديه، رئيس الحكومه انسان كذاب وانسان كل شيء ما يفتهم وانسان ما يقدم اي شيء. وكم مره الحكومه التركيه هي ابلغت الحكومه العراقيه باملاء هذا السد ونطوهم مهله؟ كم مره نطوهم مهله وهسه طلبوا مهله الشهر؟ يعني ليش هالكذب هذا؟ يعني هو على من يكذب؟ يكذب على الشعب لو يكذب على نفسه؟ نعم. بالتاكيد هو ده يكذب على نفسه، ما راح يسوي شيء لانه ما يقدرون يسوون شيء، اهم شيء هم مصالحهم يا استاذ العزيز. نعم. ما راح يقدمون اي شيء للشعب. ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صحه وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله بألف خير يا رب. وانت بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. هم يتحدثون عن السياده. نعم. اين السياده من كلامهم؟ ما عندهم سياده. إيران تضرب من جهة وتقتل من جهة وتقتل من جهة وتأذي من جهة، وتركيا الطب تخصف مناطقنا بالشمال. يتحدثون عن أي سيادة؟ كل واحد يخمط له مكان، كل واحد يسيطر على مكان. يعني دولة مو بنات بنات دولة، لا، دولة قتلت دولة. دولة همهم يخطون جد ما يمكن قتل من الشعب. فهذول يعني ما يريدون خير للبلد. نعم. وبالنسبه للانتخابات، انتخابات شنو انتخابات؟ هاي اصلا مو صحيحه ابدا وغير حقيقيه. نعم. يعني يجي نسبه من التصويت مال الانتخابات، كيف هم يسوون دوله؟ لازمهم ايران، لازمهم امريكا. هذول ما يهتمون للعراق، العراق يردوا يعني صفر. نعم. يعني هم ولاد الصفر. زين، ايش تعتبر انت تقصير من جانب الحكومه لو تعمد؟ لا، تعمد وتقصير الاثنين. نعم. هذول ما يهمهم العراق. اخي عمر، مو عمر؟ نعم. مين عمر؟ اخوي عمر. هذول ما يهمهم شعب، هذول همهم القتل. يعني اي انسان هسه يروح للمجانين يقول لهم يا بيصير دوله باحتلال، يقول لك لا. مجنون يقول لك لا. نعم. احنا عقلاء ان شاء الله نقول لك هاي الدولة قاتلة مجرمة ارهابية. هذول هم مقتل العراقيين. هاي مال المي، يعني هم من زمان محضرينها. يعني حتى تركيا المسلمة تجي تسوي بينا. اي اسلام هذول؟ اي اسلام؟ والله عيب عليهم. يعني هم يجون ويا القتلة هذول ويصيرون وياهم. نعم. ليش ما يفكرون احنا يعني الجيران؟ الجانب التركي على لسان طبعا السفير التركي في بغداد قال لك احنا الحكومه على علم بموضوع السد من العام 2006 وبلغناهم قبل سنه، واكو لجنه مشتركه ما بين الجانب التركي والجانب العراقي. العام السنه الماضيه بلغنا رئيس الحكومه وبلغنا هذه اللجنه وبلغنا وزاره الموارد المائيه انه يابا ترى احنا بعد سنه راح نملي السد لمده سنه، فانتم اخذوا احتياطاتكم. بس الجماعة الظاهر ما دايرين بال. طبعا ما يديرون بال أخوي عمار. نعم. هذول همهم أسيادهم هذول أسيادهم. يعني هم لما صار 15 سنة من 2003 استووا، بنالهم فد مشروع بخير، بنالهم فد سد. يعني هذا ما يديروا حجر يجي. هذول همهم قتل العراقيين أخوي. هذول ما يعرفون شنو. يعني اعطيك مثال سهل. نعم. يعني لما انطبوا على سادة يحررون الموصل، ايش قال هذا حيدر العبادي؟ ابقوا في منازلكم. والقصف صار عليهم وقتلوا هواي ناس. يعني هسه انا هسه انسان بسيط، لما اشوف وحده تتالم وتبكي انا يفور دمي. هذول ما يفورون دمهم. ما عندهم غيره حتى على ربهم، حتى على الخلق هم ما عندهم غيره. فهذول قتله اخي، قتله هذول المجرمين. فالشعب يا اما انت والله العظيم
انا قالها مئات المرات، الشعب هذا اذا ما انتفض على الحسالات ذولا العراق انتهى، بعد مين اروح وبعد مين اغيره بالبلد. نعم. ابو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال اخر، ابو احمد من الرمادي، تفضل ابو احمد. ابو احمد تسمعني ابو احمد؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل ابو احمد. ايام السعيده. كل عام بخير. كل عام انت بخير، من العايدين ان شاء الله. بس اسمعني من التلفون ارجوك ابو احمد، اترك التلفزيون ارجوك. نعم استاذ عمر. نعم. بالنسبه للحكومه، نعم نعم، بالنسبه للحكومه هاي مو حكومه مهنيه، وانه يعرفون باداره البلاد والبلد شوف شو يريد ما يريد. نعم. لانهم ملتحين بالتسجيل بالانتخابات ويدورون بالكراسي والمناصب والامال اللي جاي اللي يحطوها بجيوبهم هم وعوائلهم. نعم. وعايزين هذا الشعب العراقي المسكين اللي لا حول ولا قوه. نعم. ودول لو هم رجال ومهنيين كانوا سدود عند اهلنا بالجنوب بالفرات الاوساط وخزنوا هذا المي ما يخلونا نطلع للخليج وللبحر. تطلع حرامات يعني ترك يا من الناس يعطينا مي يطلع قبل يروح للخليج، شنو الفائده والاستفاده؟ واحنا بلد النهرين، بلد نفطي، بلد زراعي، يعني كل الشغلات وقفوها بسبب هذه الحكومه اللي مستهيه بس بمصالحها الشخصيه وعايفه هذا البلد. نعم. ابو احمد من الرمادي كان معنا. طبعا وزير الموارد المائيه اشار الى انه يوم 19 من هذا الشهر اللي هو اليوم يوافق، قال بانه سوف يتوجه الى ايران، وقبل هذا التاريخ ساذهب الى تركيا من اجل مناقشه موضوع قله مناسيب المياه والامور التي تقلق او تقلق العراق. طبعا افاد بان ملء السد، السفير التركي نرجع على تصريحه، تصريح له في هذا الشهر يوم 7 بالتحديد، قال بانه تم ايقاف ملء السد على نهر دجله حتى تموز يوليو الشهر القادم، وقال بانه ذلك ياتي لمساعده العراق في التغلب على نقص المياه. قال يلدز على حسابه على تويتر بان تركيا اوقفت ملء السد بناء على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بهدف التصدي لنقص المياه في العراق. أفاد بأن ملء السد سيستأنف في الأول من تموز، مشيرا إلى أن المياه ستظل تتدفق إلى العراق وفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين. طبعا 70% من موارد المياه العراقية تأتي من دول مجاورة، خصوصا في نهري دجلة والفرات، وينبع كلاهما من تركيا. كما أشرنا بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي تحدث في مؤتمر صحفي، قال بأنه فوجئ ببدء تركيا ملء السد، ولمح إلى أنها فعلت ذلك كي تحظى بالدعم للحكومة في انتخابات 24 حزيران يونيو. وزير الموارد المائية حسن الجنابي أكد بأن بلاده لم توقع، أي العراق لم توقع أي اتفاقات مائية مع تركيا وإيران، وأضاف بأنه بسبب عدم التعاون مع هذه الدول فإن العراق بحاجة إلى استنفار علاقاته السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وهذا ليس عملا خاصا بالموارد المائية. إذا ماكو اتصال نقرأ رسائل واتساب. نعم، نقرأ رسالة. يقول أخ عمر: كثير من الشعب ولائهم ليس للوطن، لا يعلمون بأن الوطن مقدس أكثر من المذهب أو المراقد كما يقول، أليس حب الأوطان من الإيمان، ولكن الشعب لا يتعظ، صار له 15 سنة من ضيم إلى ضيم. رسالة أخرى يقول: عيدكم مبارك أخي عمر، من يتابع ردود الفعل العراقية وخصوصا الشعبية منها يشعر وكأن قرار سد إلسو قد اتخذ اليوم فقط، وأن الناس ناموا ليستيقظوا على خبر جديد كالزلزال أو الكوارث الطبيعية التي تحصل عادة بطريقة مفاجئة. يقول: كم مشروع طورته
الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، وكم مشروع أسسته أو ساهمت أو شجعت على تأسيسه يتساءل، وما مقدار الدعم الذي قدمته للمزارعين والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية تحديدا، وأين ذهبت أموال الميزانيات الانفجارية خلال السنوات الماضية، ولماذا الإصرار يقول على أن يبقى الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا رغم كل الإمكانات والطاقات التي تؤهله للتحول إلى اقتصاد إنتاجي؟ الردود غاضبة الآن على أزمات مائية سببها البعض مساسة الفساد في الموارد المائية للعراق وتهديد لنهري دجلة والفرات شرايين حياة العراق. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو علي من الدجيل، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي، شنو رأيك بموضوع السد التركي وانخفاض مناسيب الأنهار؟ الأخ عمر، أنت تدون يعني كل العراق يعني بصورة عامة جاي مرة يوم بعد يوم من الأزمة، الحكومة ملتهية بالفساد، لا تفكر لا فكرت يوم بسدود ولا فكرت يوم بشعب حتى تبني هذا البلد. هو هذا اللي أثر على العراق وأثر على هذا الشعب. هذا الشعب منكوب ومظلوم، هذا الشعب وبعضين الحكومة، مو حكومة، هاي العصابة أريد نقول، هاي له بهاي الطريقة الأفضل شيء. نعم. اليوم لو مفكرين بشعب كان يعني هذا الضرب قاضي تعتبر بالنسبة للسدود والمياه مال المي، الضربة القاضية اللي ما وراه مجال، لأن هذا المي وجعلنا من المي كل شيء حي. هذا الحكومه ما فكرت بهذا الشيء ولا راح تفكر بهذا الشيء. نعم. ولا عندها علاقات نقول استراتيجيه سواء حتى ويا تركيا وغير تركيا حتى تاثر علينا على المياه، وانما اقول لك شغله مقصوده. نعم. لان جو هم تفليش هذا البلد، يعني لا حد يتوقع بانه راح تبني سدود شوارع وسدود وشغلات، هاي لا حد يفكر بها نهائيا، لان هذا الفساد هو مستشري بهذا البلد. نعم. يعني هل يعني لو يبنون سد سدين مثل سامره او سد الموصل، ما صار هالشكل، ما كان صار بالبلد هاي البساتين، هسه بساتين تروح على صلاح الدين، بساتين كلها جفت ويرست، هسه البساتين المياه الجوفيه حتى قامت ما تشتغل، يعني نعم. يعني ما ظلت مياه، ما ظلت يعني شلون مصت كل مياه الارض. نعم. ماشي يعني الحمد لله، اي ماشي بالشعب، يعني هاي الحكومه يعني حكومه عصاب، والشعب الشعب ما شاء الله يا ربي، يعني شنو الجمود هذا الشعب الثوري، هذا الشيء يعني الشعب المصري افضل من الشعب العراقي، يموكاد يسكوت تحسوا على بسكم يا شعب العراق. نعم. ليش الخمول؟ نعم. وشكرا اخ عمر. ابو علي من الدجيل كان معنا. رساله اخرى يقول: الله ينتقم من الحكومه اللي ملتهي بالسرقات والانتخابات المزيفة كما يقول، وعايفين الشعب من أزمة الكهرباء للماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك رسالة طويلة طبعا عنوانها بس يراد لهم عزة حتى يشبعون لطوم، تحدث في الرسالة عن موضوع السد وقال بأنه ما معقولة، ما حد سامع بمشروع الكاب سابقا، معقولة هذا المشروع اللي هو بالتركي مختصر لمشروع جنوب شرق الأناضول، تشكلت هيئة خاصة لإدارته في تركيا من عام 88 وكل الدنيا تعرف بها، والحكومة مطلعة على أدق التفاصيل من هذاك الوقت إلى الآن، حتى أن اللي ما إلي علاقة بالمياه يقول، والأنهر حاضر قبل 20 سنة في بيت الحكمة في بغداد ندوة عن الموضوع، وكل التفاصيل اللي متفاجئة بها الناس سامعها أكثر من مرة بتلفزيون بغداد في ذلك الوقت، لأن طلعت برامج تتحدث عن المشروع وانذكرت مصطلحات مثل حرب المياه والنفط مقابل المياه وإلى آخره من السوالف اللي مكتشفيها الناس هسه وديلطمون كما يقول. ثم أنتم خابصين أرواحكم على سد واحد، المشروع ب 22 سد يا ناس، 8 على منابع دجلة و 14 على منابع الفرات، والشغل بيها ماشي من العام 97، كملت 6 سدود على دجلة، وانترست مي وسد إلسو اللي الناس مخبوصة به هو السد السادس، وبعده وراء سد سلفان يكمل عام 2019 وهم يترسوا. حضروا أرواحكم للطم كما يقول، خوش مناسبة جاية عام 2019. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن سد إلسو التركي وعن ظاهرة انخفاض
نهري دجلة والفرات، وبالدرجة الأولى نهر دجلة بسبب انخفاض الروافد الرئيسية إن كان من تركيا أو من إيران التي كذلك تعمل على تقليل نسبة اندفاع المياه إلى الأراضي العراقية وتحويل أنهر من ضمنها نهر الزاب الصغير. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.